أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: إذا كان على رأس المرأة حنة أو زيت، فهل لها أن تمسح على شعرها في الوضوء أم لا بد من إزالة ذلك؟ لا، ما تزيل هذا، تمسح ولو كان عليه حنة أو عليه زيت، ما يمنع هذا، ما يمنع وصول الماء إلى الشعر. نعم.